مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في قناة راي ويلنس. في هذا الفيديو راح أشارككم طريقة عمل صابونة ملح الهيمالايا الوردي وحليب جوز الهند. راح تلاحظون معاي اختلاف النسب في هذه الطريقة. راح أشرح بالتفصيل الأسباب. وقبل لا نبدي طبعا لازم ناخذ الاحتياطات اللازمة، تعقيم جميع المواد، لبس القفازات، وإبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة. غالبية المواد اللي أستخدمها أشتريها من موقع اسمه جوزيل. الموقع أعطاني 10% خصم لمتابعين قناة راي ويلنس. المواد اللي راح أستخدمها في هذا الفيديو موجودة في صندوق الوصف، واللي حاب ياخذ الخصم ما عليه إلا أنه يدخل كود الخصم راي ويلنس. كذلك هناك دورة من تقديمي لطريقة صناعة الصابون من الصفر، الطريقة الباردة. الدورة أونلاين، اللينك موجود كذلك في صندوق الوصف في كل البيانات الخاصة بالدورة. هذه طريقة التواصل، لا تترددون في سؤالي، أنا موجودة على الواتساب، هذا حسابي الانستغرام والإيميل، مستعدة أجاوب عن أي سؤال يخطر على بالكم. ولا تنسون زيارتنا على موقع راي ويلنس في كل المنتجات اللي أنا سبق سويتها وحطيتها على قناة اليوتيوب. هذه هي الوصفة، راح نلاحظ نشوف السوبر فات صار 12%. راح أقول بالتفصيل ليش أنا زدته. أيضا أنا سويت 50% خصم المياه، حطيت حليب جوز الهند. أيضا لو نلاحظ زيت جوز الهند أيضا 50%، أنا عادة أخلي أقل من هذه النسبة. فراح نشوف بالتفصيل ليش هذه الأمور كلها صارت. أول شيء طبعا راح في دورة مناسب راح نسوي محلول هيدروكسيد الصوديوم. راح نضيف أول شيء الماء المقطر، وبعدين راح نضيف هيدروكسيد الصوديوم. طبعا نكون حذرين في التعامل مع هذه المادة لأنها مادة حارقة، لازم نلبس الماسك أو القفازات. ودائما نضيفه للماء وليس العكس. نحرك لين تذوب جميع القطع. وبعدين اتركه على جنب عشان يبرد. راح اجيب دورق ثاني عشان احسب كمية الحليب. أنا طبعا سويت خصم للمياه 50%، معناته أن 50% سويته ماي و50% حليب. أنا هني استخدمت حليب الجوز الهند، بالإمكان اختيار أي حليب نوع ثاني متوفر لديكم. أتركه أيضا على جنب. الحين راح أقيس العطر، الزيت العطري. أنا طبعا خلطتها مع طين الكاولن. طين الكاولن معروف عنا انه يمتص السموم والاوساخ من البشرة، يؤدي الى فتح مسام الجلد، يعالجها من مشاكل الجلد المختلفة مثل الاحتمرار، التهيج، حب الشباب والجفاف. انا طبعا خلطت نوعين من الزيت العطري، ممكن اختيار اي زيت عطري انتو حابينه. راح اخلطها بالخفاقة الحليب اللي هي الفروثر عشان بس التكتلات كلها تروح من طريقة الطي. استخدمت ايضا الطين الوردي، ايضا هو يعتبر رائع لمعظم انواع البشرة بما في ذلك البشرة الحساسة. ايضا يساعد على سحب السموم من الجلد وتقليل الالتهاب. انا استخدمتها، طبعا خلطتها مع شوية ماء عشان في جزء راح يتلون بهذا الطين الوردي. انا ما استخدمت اي شيء ارتفيشال، هني صناعي. الصابونة 100% طبيعية. ايضا استخدمت خفاقة الحليب عشان اضمن ان ما تصير في اي تكتلات. في دورق ثالث راح احسب كمية ملح الهيمالايا الوردي. طبعا انا خذيت قسته 10% من مجموع الزيوت. اذا حابة تضيفين اكثر
نراعي ان الملح راح يأثر على الرغوة. الحين راح نبدي بتجهيز الزيوت. اول شيء طبعا مثل ما نعرف الزيوت الصلبة، زبدة الافوكادو، بعدين زبدة الشيا، واخر شيء زيت جوز الهند. طبعا هذا زيت جوز هند عندي انا نقص معاي، فحطيت هذا المكرر، ما في اي مشكلة. راح ادخلهم للمايكروويف، وهذه الزيوت بعد ما ذابت راح ابدي اضيف عليهم الزيوت السائلة. أضيف زيت الزيتون، وزيت الأفوكادو، طبعا ممكن استبداله بزيت آخر. وزيت الخروع. راح أخلطهم مع بعض، و ايضا اخليهم على جنب لين تتقارب درجة الحرارة مع محلول هيدروكسيد الصوديوم. راح اتأكد من درجة حرارة الخليطين، مثل ما نشوف خليط الزيوت 95، وأيضا خليط محلول هيدروكسيد الصوديوم نفس الدرجة. راح أضيف أول شيء الحليب عشان أخلطه مع الزيوت. راح أستخدم الخلاط اليدوي أخلطهم مع بعض. أضمن طبعا امتزاجهم كلهم مع بعض. بعدين راح أضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم، أحاول أكون حذرة بس عشان الفقاعات. راح أبدي أخلط، أستخدم الخلاط اليدوي، أخلطهم يعني لمدة ثواني. أنا أحرص على إني ما أخلي الخلاط مفتوح على طول عشان لا يثقل معاي الخليط، يعني ضربة ضربتين وحرك بالملعقة. من أشوف الخليط تصبن راح أبدي أخذ كوب صابون، راح أصب كوب تقريبا من الصابون في هذا الدورة عشان أحط عليه اللون اللي هو الروز كلي. تقريبا ملعقة أو نص ملعقة صغيرة على حسب درجة اللون اللي حابينها، راح يطلع اللون وايد حلو بعد النهاية. راح اخلي على كتر وراح ابدي اشتغل بالخليط الاول. طبعا راح اضيف الزيت الاساسي العطري، راح اوزعه بين الخليطين. راح اخلطه شوية بالخلاط اليدوي
الحين راح أضيف الملح ملح الهيمالايا. أنا خليته 10% من مجموع الزيوت، ممكن نزيده لكن ناخذ بالاعتبار أنه راح يؤثر لي على الرغوة. عشان كذي أنا زدت زيت جوز الهند إلى 50%، عادة هو يكون أقل عشان يواجه تأثير الملح على الرغوة. أيضا السوبر فات أنا عادة أخليه 5%، لكن بما أني زدت زيت جوز الهند فراح ناخذ بالاعتبار أنه راح الصابونة تصير وايد جافة، عشان كذي زدت السوبر فات إلى 12%. راح أبدي أصب الخليط الأول في القالب. أطرقة طبعا عشان أطلع أي فراغات من الهواء. راح أجيب الخليط الثاني وأحط عليه الزيت العطري المتبقي، وراح أصبه فوق الخليط الأول بس بحذر عشان بحيث إنه ما يخترق الطبقة اللي تحت. أحط عليها السباتشيلا وأصبه شوي شوي. هو طبعا ما في مانع إنه يخترق الطبقة اللي تحت على حسب نوع التصميم اللي أنت حابة تسوينه. أنا حابة أسوي تصميم يكون الطبقتين فوق بعض، فعشان كذي ما بيخترق الطبقة اللي تحت. بعدين عشان أسوي التكنيك، أي تكنيك تحبينه، أنا سويت هذا التكنيك باستخدام الإقصاد عشان بس يتداخلون مع بعض. وبعدين أسوي التشكيل المناسب اللي حابينه. راح أرشها طبعا بالكحول وأخليها في مكان دافي مغطي لمدة 24 ساعة. هذا باليوم الثاني. راح نشوف شكل الصابونة الحين. هذا هو شكلها النهائي. طبعا لازم تقعد لمدة 6 أسابيع على مكان جاف زي التهوية عشان نقدر نستخدمها. هذا كان فيديونا اليوم، أتمنى أنه يكون عجبكم. لا تنسونا باللايك والسبسكرايب. مع السلامة في فيديوهات قادمة.